بصفة عامة، ورانا متواجدين كامل. واش راكم لاباس؟ واش كاين جديد في الرياضية؟ نعم، ميدالية برونزية. كتشبه الرياضة كذا. شوف، حتى لو كان الترفيه في بعض الحالات يكون الترفيه أهم شيء. إذا حبينا نوصل صوتنا للخارج اللغة ضرورية. لافياس لازم تتحول إلى وسيلة سخينة. دو سورت كو تعود تدي السبق وتعود مرجعية في السبق. راني نشوف راك مجهود جبار. نقرا البرقيات معمرة بالأخبار. وفيها حتى السبق الصحفي. فيه استحواذ على الملكية الفكرية لوكالة الأنباء. لازم تنبهوهم علاه، لأنه كل الصحف كل وسائل الإعلام اللي راهي تدي عليكم تقريبا راهي تدي بالمجان. مجرد فكرة يعني تكون اتفاقية مهنية مع القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة والتلفزيون العمومي، ويعود الأخبار اللي تجيبها وكالة الأنباء يخرجها في الهام في العاجل، ويخرجها واج بمناسبة اليوم الوطني للصحافة. إن شاء الله تكون عندنا فرص نتلاقى في ظروف أفضل من هذه. شيء طبيعي، لازم نتعاطف مع خاوتنا في غزة. إذا كان واحد يحس بشعوب مقهورة، شعوب محتلة، شعوب يعني في المعاناة، هو احنا يعني على الأقل إعلاميين 18 صحفي توفى، يعني لا حدث في الإعلام الغربي بكل أسف.